ان انت النهارده لو مجلس الاداره ده عايز يكروت. صحيح، كان طرح المشروع، مش مشروع، لائحه للتصويت عليها فورا. وبعدين في حاجه تانية، لو احنا مش عايزين الناس تحضر ما كناش عملنا الغراب. احنا عايزين الناس تحضر وتناقش ويبقى في حاجه صحيه، يعني ان كله بيناقش. انما لو احنا ما حطيناش الغرامه دي الناس مش هتيجي، وما اسهل على المجلس الجماعي ما كملتش يبقى مجلس يتفوض. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الناس تحضر وتناقش، ودي حاجه صغيره صحيه جدا يعني. فانا بطمن الناس انها الغرامه على الفرد اللي ما حضرش من المبلغ الاساسي بتاع العضويه، مش توتال. موضوع تعيين عضوين في مجلس الاداره ده اتلغى لانه مخالف حتى اتلغى. اتلغى. طيب ده يعني بقى ده يعني ساب اول قناه النادي الاهلي الاستاذ خالد رندالي جاي حاله من اجتماع مجلس الاداره، كان في مشروع اللائحه نص او بند بيقول انه يمكن تعيين اثنين في مجلس الاداره، وبعتقد ان كان في حسن نيه ايضا وراء هذا البند استاذ خالد، يتعلق باستكمال مثلا خبرات ناقصه. هو كان قبل كده سيده مثلا علشان لو الانتخابات ما افرزتش مقعد مرأة، كان قبل كده طول عمرها ماشيه انت بتزود المجلس بالخبرات التي لم تنتخب. حضرتك في المجلس يعني كان المستشار محمود فهمي ربنا يديله الصحه، يعني كان طول عمره بيجي بالتعيين قبل اي حد فينا. ليه؟ لانه قامه كبيره، فقيه في النواحي القانونيه، القانون الاداري والقضاء. فاحنا كنا المستشار محمود فهمي كان دايما هو السند بتاعنا في النواحي القانونيه، اللي من ضمنها انشئ قناه الاهلي والاهلي التاج الاعلامي. فالمستشار محمود فهمي كان بيعين كناحيه قانونيه عشان نستكمل خبرات قانونيه في المجلس. كان الاستاذ ياسين منصور راجل اقتصادي رجل اعمال، كان بيفيدك في ان انت عايز حد يعني بغض النظر عن دعمه المادي، وطبعا كان بيدعم مادي طبعا جدا. انما احنا كنا بنقول ان هو كمان كخبرته كرجل اعمال بيضيف اضافه، يوم ما بتاخد قرار في اي حاجه، بتاخد قرار في استثمار، بتاخد قرار انشاءات، كل ده نفس الحكاية مهندس صفوان ثابت، نفس الحكاية الله يرحمه مهندس إبراهيم صالح. صحيح. كل دي خبرات. الدكتور محمود بجنيد طبعا كان، بس هو ما كانش في التعيين ده، كان أمين صندوق ده، كان آخر يعني الناس من اللي لها دور كبير. فأنا بذكر الأسامي دي ليه؟ لأن الناس دي كلها كنت بتقول لو أي حد أنت محتاجه في الفترة دي من قطاع معين مش متوفر عندك انت بتعينه. صحيح. انما ده مخالف حاليا للوائح الدوليه، وكان في رفض للجمعيه العموميه منه في المقترحات اللي وصلت، وفي المقترحات، ونفس الوقت اللجنه الاوروبيه اوصت ان ما فيش حد يفرض بالتعيين، كله بيبقى بالانتخاب. يعني قلنا مش عايزين ندخل في جدال في حاجه يعني. ما هو في النهايه لازم اللائحه تكون مطابقه تماما او متسقه مع الاتفاق الاولمبي وقانون الرياضه وحتى الدستور المصري يعني. صحتها بالظبط، انتوا حريصين على كده بالظبط. وفكره البند الثمان سنين للرئيس